للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا الدكتورة إشراق السباعي، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان من العاصمة عدن. دكتور إشراق، مساء الخير، أهلا بك معي في هذه النشرة. بداية، ما هي أبرز التطورات على صعيد الحالة الوبائية في المحافظات المحررة؟ مساء الخير. طبعا اليوم تم تسجيل تقريبا 28 حالة من بالنسبة للفيروس كورونا. تم تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة لهذا اليوم في محافظات التالية: 6 حالات في عدن وحالتين في البيضاء، وأيضا تم تسجيل 3 حالات وفاة لهذا اليوم: حالة في عدن وحالة في تعز، حالة في حضرموت، وكذلك 28 حالة شفاء من المحافظات اللي هي مأرب 11 حالة، وشبوة 5 حالات، 4 حالات في عدن و4 حالات في المهرة، حالتين في حضرموت وحالتين في البيضاء. طبعا الإجمالي العام الحالات المؤكدة من بداية الوباء إلى يومنا هذا 9995، منها 1949 وفاة و 6873 تعافي. هذا يعني بدأ الوباء بالانحسار في تشهده المحافظات المحررة، ونتمنى ذلك إن شاء الله أن يجنبنا الفيروس المتحور. ما هي أبرز التوصيات التي خرج بها اجتماع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، خصوصا أنكم كلفتم من قبل رئيس الوزراء بمتابعة ملف أوميكرون؟ طبعا بالنسبة هناك طبعا بيكون تنسيق أكثر من أي يوم مضى في تعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة. أيضا شددوا على إلزامية أولا اللقاح لجميع موظفين الدولة، وأيضا استمرارية الجاهزية بوتيرة عالية في القطاع الصحي تحسبا لأي طارئ في ضوء التطورات التي يشهدها العالم مع هذا المتحور الجديد أوميكرون. وهناك العديد من التوصيات التي شددت عليها، هي الاحترازات المشددة على المنافذ، وايضا القادمين اجراء الفحوصات البي سي ار القادمين من الخارج الى الوافدين الى اليمن. هذه من ضمن الاولويات التي يجب ان تكون هناك عليها متابعه، وايضا التشديد على اي تزويرات في فحوصات البي سي ار، وايضا كذلك متابعه تجهيزات المحافظات بسلسله الامداد بمصانع الاكسجين الذي تشيد حاليا. هناك فريق للمتابعه جهز من قبل وزير الصحه الدكتور قاسم محمد ذحيبه لمتابعته في جميع المحافظات المحرره. وايضا هناك كان من ابرز التحديات الذي يعني ناقشتها اللجنه ايضا يعني توصيه الى المنظمات الدوليه والامم المتحده بالوقوف ضد التعنتات يعني الميليشيات الحوثية التي تقوم فيها، وخاصة بمنع فرق التحصين أو الإفصاح إلى يومنا هذا عن هذه الوباء، وأيضا حفاظا على كوادرنا الطبية سواء كانت المتواجدة في هذه طيب. المحافظات أو غيره. هل عدد اللقاحات يكفي لاستيعاب الجميع في محافظات المحررة؟ نعم، بالنسبة للقاح نحن طبعا لا، لحد الآن نحن طبعا المتطعمين 600,000 متطعم اللي أخذوا اللقاح من أسترازينيكا ومن أيضا جونسون، ولكن هذا لا يكفي، لكن نحن في صدد وصلت تقريبا 100,000 و800,000 جرعة من أسترازينيكا، وهذا اللقاح طبعا لا يكفي. نحن نتبع حلف اللقاح العالمي، وهذا يعني تصدنا على دفعات، لأن نحن من ضمن الدول التي تتبع الحلف الدول الفقيرة والأشد فقرا، ولكن نحن بحاجة إلى تدخل سريع وفوري بمزيدا من وصول بقية اللقاحات حتى يتسنى لنا يعني على الأقل يعني أخذ شريحة كبيرة من المجتمع من هذا اللقاح. طيب، هل الآن بالوقت الحالي المستشفيات والمراكز الصحية جاهزة لهذا المتحور أوميكرون في حال دخوله إلى البلاد لا سمح الله؟
طبعا بالنسبه لنا امكانياتنا زي ما يعني نحن ما زلنا يعني امكانياتنا ليس بهذاك المستوى الذي يقدر يستقبل جميع الحالات. يعني اذا سمح الله يعني حسب ما يذكر انه اكثر انتشارا وحده، يعني لدينا مراكزنا مجهزه بحسب الامكانيات المتاحه، وايضا كوادرنا الطبيه مدربه قادره ان شاء الله ان للتدخل. ولكن بالاخير اذا لا سمح الله وانتشر هذا الوباء، نحن عسوه في العالم كله. هناك فتحت مستشفيات يعني في دول اوروبا وغيرها اثناء اجتياح الجائحه عندما لم تكفي هذه المحاجر. فاليمن بحاجه الى تدخل خاصه للنهوض بالقطاع الصحي ودعم القطاع، بحاجه الى مزيدا من الدعم. وفي ظل الظروف الذي تفاقمت، وخاصه الان مثلا نحن عندنا اكثر ازدحاما صارت محافظه عدن، ايضا النزوح اللي من مناطق الصراع من الحديده الى الساحل الغربي والى ومن معرب الى المناطق المحافظات القريبه منها. رساله اخيره دكتورة اشراق تودين ان توجهيها لمواطني عدن وايضا لمحافظات المحرره بخصوص هذا المتحور من فيروس كورونا؟ طبعا انا بوجه رسالتي اولا بقدم الشكر الجزيل لكوادرنا الطبيه التي ما زالت مرابطه الى يومنا هذا ومستمره في استقبال الحالات. ايضا رسالتي الى جميع المواطنين يعني عند بدء لو سمح الله الالتزام اولا بالاجراءات الاحترازيه، ايضا الابلاغ الفوري والقدوم الى المستشفيات. يعني نحن متكاتفين من سلطه محل من وزاره الصحه، من سلطه محليه، من رجال الخيرين، كلنا في خندق واحد، من ايضا المنظمات المانحه لدينا، ايضا مركز سلمان وغيرها من المنظمات الداعمه لنا والشريكه. اليوم يعني نحن في خندق واحد من جابهات هذا الوباء. فاتمنى اليوم ان تكون التركيز اولا ان نحافظ على رسالتي موجهه لكوادرنا الطبيه مثل ما خططنا له معا وتدربنا، الحفاظ على الخدمات الاساسيه في متناول المواطن، وايضا على المواطن ان يساعد نحن حتى نقدر ان نجابه معا هذا المتحور. ممتاز، شكرا لك دكتور اشراق السباعي وكيل وزاره الصحه العامه والسكان، كنت معنا من العاصمه عدن.